السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار التاسعة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. جائزة شنقيط تنظم حفلا بحضور الوزير الأول يحيى والحدمين لتكريم أصحاب البحوث الفائزة في الدراسات الإسلامية والآداب. الحراك النقابي في قطاع التعليم الأساسي يلوح بتصعيد احتجاجي إذا لم تتحرك الحكومة لحل مشاكل المعلمين المتفاقمة. وزارة البيئة والتنمية المستدامة تدرس استراتيجية وطنية للحد من الكوارث بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظمت جائزة شنقيط حفلا لتسليم شهادات التقدير والمكافأة المخصصة للبحوث الحائزة على الفوز للعام 2015 والتي شملت مجالي الأدب والدراسات الإسلامية، حيث تم تقسيم جائزة الدراسات الإسلامية أو أقسم حصل على جائزة الدراسات الإسلامية باحث موريتاني وآخر من جامعة القاهرة، فيما فاز بجائزة الآداب أحد أساتذة التاريخ المعاصر بجامعة نواكشوط. التفاصيل في سياق التقرير التالي. أقامت جائزة شنقيط حفلا لتوزيع الجوائز على أصحاب البحوث الفائزة بتقدير الجائزة للعام 2015 بحضور الوزير الأول يحيى والحدمين وشخصيات حكومية وعلمية وفكرية رفيعة. وتعتبر الجائزة مؤسسة ثقافية حكومية رسمية تسعى إلى تشجيع البحث العلمي ومكافأة أصحاب الجهود القيمة من الباحثين على مواصلة جهودهم خدمة للعلم والمعرفة. وتتكون الجائزة من شهادة تقديرية ومنحة مالية تقدر ب5 ملايين أوقية لكل فرع من فروع الجائزة، وتمنح للموريتانيين والأجانب من ذوي الجهود المتميزة في الإبداع العلمي والأدبي. ونحن هنا في موريتانيا كجزء من أمة إقرأ وكامتداد لأبناء المحضرة الشنقيطية العريقة، يجب أن نتبوأ مكانة متقدمة في الركب العلمي لتحقيق النمو الحضاري الشامل. ومنحت جائزة شنقيط الدراسات الإسلامية لهذا العام مناصفة بين الدكتور سيدي محمد وليوبة أستاذ الدراسات الإسلامية بالمدرسة العليا للأساتذة في نواكشوط عن بحثه الدولة الراعية في الإسلام، دراسة في أصول الحكم الإسلامي الرشيد، والأستاذ صبري عادل إبراهيم العوضي أستاذ القانون والشريعة بالقاهرة عن عمله الحضارة فريضة إسلامية. بعد هذا العرض الموجز الذي تأكد من خلاله أن الحضارة فريضة إسلامية بل وأنها مقصد من مقاصد الإسلام، يبقى السؤال: لماذا تأخر المسلمون ولماذا أصبحت الأمة الإسلامية مثل غساء السيل؟ لماذا صارت تزحف وراء غبار الركب البشري في تبعية ذليلة تضيع معها الذاتية بعد أن كانت يوما من الأيام تحتل مكانها في قيادة البشرية؟ فيما منحت الجائزة في فرع الآداب والفنون لهذا الموسم للأستاذ الدكتور محمد المختار والسيدي محمد والمحمد الهادي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة نواكشوط عن العمل المعنون بالمجتمع والسلطة في موريتانيا الرحيل إلى الدولة. إن تحجيم الدور المتنامي للقبيلة لا يتأتى إلا من خلال اطلاع الدولة بالوظائف المنوطة بها، وأولها تحقيق الأمن بمفهومه الواسع وصون الحريات الفردية والجماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمضي في إصلاح الإدارة والقضاء والعناية بالشرائح الهشة من كل فئات المجتمع ومراجعة التقسيم الإداري على أساس أقطاب التنمية. وقدم الفائزون ملخصات للأفكار التي عالجوها في بحوثهم التي حظيت بالتقدير والفوز من قبل المشاركين في الجائزة التي أنشئت بموجب قانون صادر في 20 يناير 1999. وينص القانون على أن الجائزة تدار من قبل مجلس برئاسة شخصية معروفة بالمعرفة والكفاءة والنزاهة تعين بموجب مرسوم رئاسي، ويضم مجلس جائزة شنقيط إضافة إلى رئيسه 9 أعضاء يعينون بمرسوم لمدة 4 أعوام. طالبت عدة نقابات عاملة في قطاع التعليم السلطات الموريتانية بالعمل على حل المشكلات التي تعاني منها أو يعاني منها قطاع التعليم في البلاد، ملوحة بإمكانية اللجوء للتصعيد إذا ما اتضح أن ثمة تهاونا أو مماطلة في تحقيق المطالب.
وندد البيان الصادر عن النقابات التعليمية بإهانة المعلمين ومعاملتهم بصورة غير لائقة من طرف الإدارة، التي نوه البيان إلى أنه قد يلجأ لاتخاذ إجراءات ووقفات احتجاجية على سلوك بعض المستشارين المكلفين من وزير التعليم بالملف النقابي. ومعنا لاستيضاح الموضوع محمد المختار المبارك المنسق الدوري للحراك النقابي لنقابات التعليم الأساسي. أهلا بكم. أهلا بك. يعني لوحتم بالتصعيد احتجاجا على تعامل الوزارة مع المعلمين، ما الداعي لهذا التصعيد والسلطات تعتبر أنها قامت بإنجازات كبيرة في المجال خلال سنة التعليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكركم على اهتمامكم بالموضوع ومتابعتكم له بشكل موضوعي ومهني. فيما يخص تلويحنا بتحرك، نحن لا نعتبره تصعيد، وإنما نعتبره ممارسة حقوقنا اللي يضمنها الدستور والقانون في مطالبتنا بالتزامات تم الاتفاق مع الوزارة عليها بشكل رسمي بتوقيع مسؤولين رسميين بتكليف من الوزير، ولو طبقت إلى الآن أكثريتها. أهم اللي فيها والجوهري هذا قالوا نظام الأسلاك اللي فاتت وافق عليه المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والاستصلاح الترابي والإصلاح الإداري وإدارة التشريع والمالية خاصة لجلس مجلس الوزراء، معطل نهائيا. الثانية مجموعة من العلاوات أيضا كلها محل اتفاق، ومنها تقسيم قطع أرضية مستصلحة على العاملين في القطاع في أماكن مناسبة حسب ظروف سكنهم وظروف عملهم. هذا كامل، ما هي مطالب المطروحة، هذه اتفاقيات. طيب موقع، اسمح لي شوي. طيب عندنا اسمح لي شوي، ضيف نشرة سيدي دقائق محدودة. عندنا محاضر، هاي محاضر النقابات، هذا مع النقابة الوطنية للتعليم العمومي 2008، وهذا مع النقابة الوطنية للمعلمين 2011، وهذا مع مجموعة من النقابات منسقية نقابات التعليم الأساسي 2014-2010. إلى حد الساعة هاي البنود اللي في المحاضر ما تطبق. طيب وإحنا ندور تطبيقها. طيب في هذا السياق لماذا؟ وهذا التزام توقيع الدولة. طيب في هذا السياق لن نبتعد بك كثيرا عن هذا السياق، يعني لماذا لم تطبق؟ كيف كنتم تتابعون الموضوع؟ أم أنكم لم تكونوا تتابعونه حتى يطبق أو لا يطبق؟ طبعا كنا نتابعه، وهناك بعض المسؤولين. كيف كان ذلك؟ طيب نعرف. هناك بعض المسؤولين كان جديا في تطبيقه، مثل الوزيرة نبغوها 2008 اللي بدأت معها توقيعات المحاضر، فترتها طبقت بعض من البنود، والوزراء الوزير اللي جاء بعدها خاصة ولا راضي طبق بعض من البنود، وهذا من أهم وثمرته نظام الأسلاك التعليم الأساسي. هذا ذي المراحل اللي احنا متابعينه، وتم إعداده بشكل جماعي من وزارة التعليم والنقابات والوظيفة العمومية، مذكرة رسمية ووفو وقاس مجلس الأعلى للوظيفة العمومية وصادق عليه، وقاس وزارة التشريع وأشرت عليه، وقاس المالية وأشرت عليه. معناه أننا متابعين المعلومات أيضا بعضها وعدل يا غير ملي، فهم آفاق زمنية محددة في المحاضر اللي هي عندنا، لو قلت نقرأ لك بعضها. طيب كيف كان تعاملكم؟ أريد أن أسألك، هذه الأجال الزمنية تم التحايل عليها، تم تلبية بعض منها بشكل جزئي، يا غير تم التحايل عليها بشكل مستمر، وهذا التحايل طال فيه الأمد، وبالتالي عادة الرواية لا يتعود نسية. طيب. وإحنا المحاضر من طيب اللي طيب أريد أن أعرف، أريد أن أسألك الآن الوحيدة لحل المشاكل. طيب هذا واضح، أريد أن أسألك الآن يعني حتى نستثمر الوقت. يعني سنة التعليم كان الباب مفتوح على مصراعيه لحل مشاكل التعليم، يعني كيف كنتم تتابعون هذا الملف خلال سنة التعليم؟ طيب يعني ما هي اتصالاتكم؟ كيف كيف كان تعامل السلطات معكم؟ هل ذهبتم إليها أصلا؟ طبعا هاي الفترة حاولنا إجراء عدة اتصالات مع وزارة التهذيب الوطني والوظيفة العمومية المعنيتين بهذه المحاضر. بالنسبة للوظيفة العمومية تعاطت معنا في حدود معينة، معناها استقبلنا وزيرها وأعطانا بعض الإيضاحات وأعطانا الموضوع، أعطانا رأيه فيه ودرسنا على أساس أنه كان يطالب أن تغيير النص ورفضنا، وجمعنا مع النقابة التصفيه العامة، وكان محل إجماع النص ما قابل للتغيير لأنه مرحلة النهاية بعد مجلس الوزراء. والقضية ما تخضع لمزاج الأشخاص، ما معناها عنك أي عمل وعدل مع وزير يجي وزير ثاني يعود له يقلب صفر، ها ما مقبول نهائيا. ولا فهم أي شيء موضوعي يجعلنا نغيره، وخاصة الجهات المعنية بكاملة وافقت عليه. طيب على ما حصلتم في سنة التعليم؟ هذا ما هو سنة التعليم تحديدا، ماذا حصلتم عليه؟ سنة التعليم هذا كامل كله وحصل سابقا ب 2015. إذا سنة التعليم لم يحصل فيها شيء. رأينا الجواب اللي حصل فيها، أنا رأينا الجواب من وزير الوظيفة العمومية ما مستعد يقدم مجلس الوزراء بشكل صريح بشكل واضح. بالنسبة لوزارة التهذيب الوطني
اللي عدنا ما اتصلنا به السنة الماضية 2015 وكنا مستعدين نبذل جهد ونعد معها شراكة إيجابية لنجاح سنة 2015 ويعود فيه عطاء فعلي عملي يجسد التوجه. يا غير ما رأينا الشريك نهائيا. طيب. وشكلت لجنة اسمح لي وشكلت لجنة ورأينا عندنا مرسومها عنها لا تعود تشاورية مع النقابات ما قد جمعت معنا إلى ورق وشكلت ملي على أساس أنها في النص المسكرة اللي أعطتنا إياها التشاورية حنا ندوره لجنة ما هي تشاورية ندوره لجنة تعود تقدر تعادل معنا عمل وتوقع معنا عمل ولا تطبق معنا اللي تم الاتفاق عليه ما تعود استشارية هذا ما في محل تشاور لا تعود حد الحوار لأن هاي محاضر هاي محاضر موقعة. طيب. ناحية الأخرى إن إلى آخر شيء اللقاء الأخير مع الوزير اللقاء يوم الاثنين الماضي أيضا حضرنا مسجينا مندوبين وعبر برسالة واضحة للوزير أنه مستعدين للتعاطي معهم إيجابيا مستعدين للشراكة من أجل تنفيذ هذه المحاضر ولكن للأسف الرد كان سلبي أنه ما قلنا له أنه مستعدين نجابر معه بشكل إحنا كجماعة هي الحراك النقابي من نقابات خمسة من التعليم المعلمين التعليم الأساسي ونقابات مختلفة الأسلاك الأخرى مفتشين مكونين مستشارين إلى الآن ما أعطنا أي رد رده كان سلبي نهائيا وهذا هو اللي جعلنا عدنا البيان اللي صدر اليوم وخاض وسائل الإعلام وذاك القايلين فيه بإذن الله تعالى إن شاء الله ندور نطبقه الوزير. طيب هو طيب اللي اختار. ما هي أولويات ما نحن اللي اخترنا ما هي الأولويات التي تطالبون بها الوزارة الآن الآن نريد تطبيق المحاضر نريد استصدار مرسوم الأسلاك وفق الصيغة المتفق عليها واللي فات وافق عليها المجلس الأعلى للوضع العمومي والإصلاح الإداري ووافقت عليها وأشرت عليها إدارة التشريع وزارة المالية معنا ما تلاقي هناك أي عائق أمامه يكون إن فيه شخص ما هو مقنع بالنسبة له إحنا ما نعمله حسب رغبات الأشخاص. طيب. ناحية أخرى ندور شراكة فعلية مع الوزارة من أجل تطبيق هذه المحاضر ونقول علينا ما ندور هدف تعجيزي ما عندنا أغراض تعجيزية ولا عندنا أغراض تحريك الساحة نختاروا التهدئة ونختاروا العمل ونختاروا استمرارية الاستقرار يا غير ملي ما هو على حساب المعلم عضو ضحية ها ما نقبل طيب. 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 وهو ما لا يقبلها. سيد مختار المبيريك يعني المنسق الدوري للحراك النقابي لنقابات التعليم الأساسي شكرا جزيلا لك كنت معنا ضيفا نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ملتقى تكويني يدخل ضمن الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة يهدف الملتقى إلى تحسيس 40 مشاركا من مختلف القطاعات الحكومية حول مختلف الممارسات المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة المزيد نتابعه في هذا التقرير. انطلاق ملتقى في العاصمة نواكشوط حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات منظم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ويهدف الملتقى الذي يدخل ضمن الأنشطة المخلدة لليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة إلى محاربة مختلف الأشكال والممارسات المتعلقة بالعنف ضد المرأة كيف حكومة حاليا على وضع قانون إطار يهدف إلى تعزيز محاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة والفتاة طبقا للمقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمؤسسة النور كما تعكف على إعداد مدونة للطفل وأذكر هنا بأن بلادنا صدقت على مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والفتاة وسنعمل على الوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد مع مراعاة تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة. على هامش الملتقى تنظم ورشة أخرى لصالح 40 مشاركة من مختلف القطاعات الحكومية في البلد إضافة إلى منظمات المجتمع المدني حول حقوق الإنسان وقضايا العنف ضد المرأة. هذا النشاط عبارة عن ورشتين، الورشة الأولى تستمر مدة يومين فيها 40 إطار من وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومفوضية حقوق الإنسان. إذن هذه الورشة تستمر مدة يومين من أجل أخذ مقاربة حقوق الإنسان أخذها في الحسبان أثناء التخطيط للعمل في البرامج وتم إدراج هذه المقاربة وأخذها في الحسبان. الورشة الثانية عبارة عن التحسيس حول العنف. تعددت الأنشطة المخلدة لمكافحة العنف ضد المرأة وتنوعت المشاكل الناجمة عنها فالعنف يعتبر من أكثر الظواهر مساسا بكرامة المرأة وانتشارا في العديد من دول العالم خصوصا في البلدان العربية والإفريقية. قمعت وحدات من شرطة مكافحة الشغب صباح الثلاثاء مسيرة دعت لها النقابات الطلابية في جامعة نواكشوط للاحتجاج على تردي الخدمات الجامعية في البلاد
وخصوصا أزمة النقل المتفاقمة في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت الحكومة بتحويل أقسام من الجامعة للأحياء الجديدة دون توفير خدمة النقل. وحي الائتلاف الموحد الطلاب في بيان صحفي أصدره زوال اليوم الثلاثاء مشاركة الطلاب الواسعة في المسيرة، تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الوضع الراهن لخدمات الجامعة. وطالبت الاتحادات الطلابية بإيجاد حلول جوهرية وسريعة بمشكل المطعم والنقل في ظروف ملائمة، مؤكدين مضيهم قدما في سبيل النضال والتصعيد ما لم تلبى كل المطالب الطلابية حسب ما ورد في البيان. ومعنا لاستيضاح هذا الموضوع الحسن والبدو، الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عضو الائتلاف الموحد للنقابات الطلابية، أهلا بك. يعني ما الذي يترتب على يومين من الاحتجاج والقمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. أنا في البداية شاكر قناة المرابطون على مواكبة الأحداث الجارية في المركب الجامعي والأزمة الجارية حالا في اللي يخوضها الائتلاف الموحد النقابات الطلابية في المركب الجامعي الجديد. نختار نأكد عنا نحن في الائتلاف الموحد النقابات الطلابية عدنا سلسلة أنشطة كانت فيها مهرجانات في الجامعة الجديدة، واختتم وضارك حالا وصلنا لعنا اطلقنا مسيره من كارفور مدريد الاسبوع الماضي، وهذا الاسبوع ايضا غير للاسف الشديد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدلا من تقبل الحوار مع النقابات الطلابيه وبدلا من قبول دعوته للحوار اصر على المنهجيه اللي متبع من يوم مجيته لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وهي انتهاج قمع الطلاب بدلا من الحوار معهم وبدلا من تلبيه مطالبهم. وللاسف الشديد قامت وحدات من الشرطه بقمع الطلاب بشكل وحشي في اليومين الماضيين اللي نظمت فيهم مسيره داعيه الائتلاف الموحد للنقابات الطلابيه. للاسف الشديد كان القمع على مستوى كبير من الوحشيه ومن استهداف الطلاب بشكل مباشر، ومنتج عنه مجموعه من الاضرار، منها ايد عدنان اللي تكسرت بشكل حقيقي، وايضا من الدين به ومؤكدين عن حقوق الطلاب عنها لن تضيع، وعن قمع الطلاب الوحشي عنا نحن ندور نوقف ضده. طيب في سياق الوحشي هذه، يعني في سياق هذه الوحشيه التي تتحدث عنها، يعني هل قمتم باحصاء عدد جرحى او مصابين في هذا السياق؟ نحن عندنا الان مجموعه من المصابين باغماءات ومجموعه من المصابين، غير ابرز اصابه عندنا هو عدنان اللي كسرت ايده، ونحن مؤكدين عن حقوقه عنها لن تضيع هباء، وعن حقوق الطلاب اللي قمعوا عنا لن نوقف ضدها ايضا. فيما يخص بالاتصال بالحكومه في ايجاد حل، خصوصا ان وزير الماليه اعلن عن استقدام اكثر من 40 باص لحل مشكل النقل. انا نختار انك تفاس سياق عنا، احنا نبهنا الوزاره في بدايه السنه كائتلاف موحد للنقابات على مجموعه المشاكل اللي يعاني منها المركب الجامعي الجديد، قلنا لهم عن نقل الطلاب ونقل كليه كيف كليه الاداب والعلوم الانسانيه شغل المركب الجامعي الجديد عنه يعتبر زج بالطلاب في عمليه غير مكتمله الاركان، وهذا قاموا به السنه الماضيه، وعانات كليه الطب وعانات كليه العلوم التقنيه. غير للاسف الشديد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسياساته اللي منتهج تم لا ماشي على وجهه في القضيه، وكان الثمن اللي ظهر كان يدفعوه الطلاب اللي لهم اكثر من اسبوع ما طلعوا لاي حصه ولا قدوا يقراوا بهم، واللي مو جابرين شي قاعد يطلعهم. للاسف الشديد فمشي مذر رماد في العيون، منتهجوا المركز الوطني للخدمات الجامعيه، مدير المركز الوطني للخدمات الجامعيه باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو على توفير 28 باص وتوفير 40، يعني صفقه توفير 8 لا صفقه بعد 40 يوم كما يقولون صفقه بعد شو. يعني للاسف الشديد تفاجئنا في الائتلاف الموحد للنقابات الطلابيه اليوم بمشي مجموعه من الباصات اللي نعطيك بالارقام اللي شمل الباصات اليوم، يعني نعود دقيقين في القضيه. طيب. جاءوا اربع باصات الكارفور مدريد، باصين الرابع والعشرين، باص الوقف تولوبادو، باصين للديات الثلاثه، وباص للبي ام تي، جميع اللي جاء 10 باصات، وجاءوا اربع باصات اخرين يرفدوا 23 مقعد، فيهم 23 مقعد. معناه هذا المستوى اللي يعاملوا به الطلاب، وراه يفر من التوحد خارج الطلاب وخارج النقابات الطلابيه حولهم. المستوى اللي عامل به وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب نحن نعتبره مستوى استفزازي كبير، ولانا نهائيا قابلينه ورافضينه تماما، ومؤكدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ان نحن في النقابات الطلابيه على ان ماشيين في مضي قدما في النضال، وعلى ان خطواتنا النضاليه مستمره. ونختار اللي ناكد للطلاب عن ذلك حال الساحه الطلابيه عنها تشهد مستوى من الالتفاف ومستوى من توحد الطلاب ومشيهم بايد واحده في تحقيق مطالبهم. طيب السؤال الاخير في هذه النقطه تحقيق المطالب الطلابيه العادله. سؤال اخير اريد ان اسالك، يعني على ذكر النضال، يعني ما الافق المنتظر لنضالاتكم؟
يعني بإجازنا. نحن عندنا مجموعة من النضالات، وعندنا الآن فيه مجموعة من الخطوات اللي منتهج الائتلاف الموحد للنقابات الطلابية، وللأسف الوزارة الوصية ما هي متعاملة نهائيا مع الوزير التعليم العالي والبحث العلمي. نحن من يوم مجيت واللي جابرين منه هو معاناة حقيقية للطلاب، قطع منح الطلاب، منح طلاب سنة ثالثة. طيب هذه السيد الحسن والبدر قطع مجموعة من الأمين العام أيضا للاتحاد الوطني طلبة موريتانيا. أيضا مودي وناصر شكرا جزيلا لك. نددت المنظمة الشبابية لحزب التحالف الشعبي التقدمي بتعاطي السلطات الموريتانية مع ما سمته ملف الاسترقاق في موريتانيا. وجددت المنظمة خلال احتجاج نظمته أمام القصر الرئاسي بنواكشوط استنكارها لنفي السلطات الرسمية وجود العبودية في البلاد. هذه وقفة اليوم تنظمها منظمة الشباب التحالف الشعبي التقدمي بالتزامن مع اكتشاف حالات من العبودية في مبيكة الأحباش، تحديدا في وتيد الطلع. وقد عبر الحزب في بيانات متتالية عن استنكاره لهذه الحالات التي تنكرت لها الجهات الرسمية وخاصة الجهات القضائية في مدينة النعمة، التي ظلت تكابر وتقف في جانب أصحاب المسترقين، تقف في جانب أصحاب المسترقين بدل أن تقف إلى جانب المظلومين والمستضعفين من أبناء العبيد الذين يعبدون في مبيكة الأحواش ظلما وعدوان. أكثر من 23 حالة عبودية تم اكتشافها، ولا زال قاضي التحقيق يماطل، وهو ما أكد عليه بيان التحالف الشعبي التقدم. ونحن اليوم نقف كوقفة بدائية لتنبيه السلطات العمومية لتدارك الموقف، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية التي أنكرت العبودية والتي تلاها أشفعت بتصريحات من وزير العدل. التقى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد المحم وفدا من دولة بوركينا فاسو يترأسه شريف سي رئيس المجلس الوطني الانتقالي البوركينابي مومينا سي شريف الذي يزور موريتانيا هذه الأيام. وقال شريف سي في تصريح أدلى به بعد اللقاء إن الهدف من زيارته لموريتانيا هو بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة يوما وطنيا لتدريس استراتيجية وطنية للحد من الكوارث بالتعاون مع الهلال الأحمر الموريتاني ومنظمات الصليب الأحمر الدولي من أجل تفعيل دور المنظمات الأهلية الوطنية في موريتانيا في مجال مواجهة الكوارث الطارئة. نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في نواكشوط بالتعاون مع الهلال الأحمر الموريتاني والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ورشة تكوين حول التشريعات في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتي تأتي بحسب القائمين على الورشة ضمن سلسلة ورشات بغية الحد من الكوارث التي تتهدد البلاد. تأتي ورشتنا اليوم التي نجتمع لأجلها في إطار سلسلة من الورشات يقوم بها قطاعنا بغية النهوض بإشكالية الحد من مخاطر الكوارث. ويعتبر المجال التشريعي هو الغالب الأساسي والحيوي الذي يؤطر وينظم ويوجه سير هذه الإشكالية. ورشة يرى المشاركون فيها أنها فرصة للتفكير حول الإطار القانوني للحد من مخاطر الكوارث وأهمية التعاون المشترك بين الجمعيات الدولية والمحلية الناشطة في المجال والجهات الرسمية المسؤولة عن التدخل في الكوارث والحد منها. هذه الورشة التي تهدف إلى التفكير حول الجوانب المختلفة للإطار القانوني للحد من مخاطر الكوارث وكذلك حصر القوانين والنظم المتعلقة بالحد من هذه الكوارث في بلادنا. ولا يخفى عليكم الدور الريادي الذي تلعبه جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في مجال الاستجابة للكوارث. رغم ما ستتمخض عنه هذه الورشة من تسريع لإيجاد إطار قانوني يحد من الكوارث أو يضع خطة عمل للحد من خسائرها أو تفاديها، تبقى الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان أو هما معا ترتبط بخاصيتها الأولى وهي المفاجأة. اشتكى وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان من حيوية الانتفاضة الفلسطينية في تصريحات للإعلام الصهيوني مستبعدا انتهاء مد الانتفاضة الثالثة الراهن، قائلا لا يمكنك أن ترى نهاية لموجة الإرهاب، هناك عدو وخصم عنيد وقاس غير مستعد لقبول وجود إسرائيل على حد تعبيره. نتابع. قالت مصادر عبرية إن 22 إسرائيليا قتلوا منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع أكتوبر الماضي،
وأصيب 331 وصفت جراح 21 منهم بالخطيرة و36 بالمتوسطة، بالإضافة إلى 274 إصابة ما بين طفيفة وهلع وصدمة، في 169 عملية متنوعة ما بين دهس وطعن وإطلاق نار. وبحسب تقرير للقناة العبرية الثانية، سلط الضوء على عمليات المقاومة منذ اندلاع الانتفاضة حتى عملية القدس التي أوقعت 14 إصابة، بينهم اثنان في حالة حرجة، يقول إنه لا نهاية بالأفق لموجة العمليات الفلسطينية. وتتابع القناة في تقريرها الذي ترجمه المركز الفلسطيني للإعلام، قبل 3 أشهر قتل في وقت متأخر ليلة رأس السنة العبرية ألكسندر ليبوفيتش عندما ألقى شبان الحجارة على سيارة كان يستقلها شرقي القدس، وكان هذا الهجوم بداية لموجة من العمليات استمرت لمدة 3 أشهر وما زالت دون وجود مؤشرات لتوقفها. ويرصد التقرير العمليات النوعية التي نفذها الفلسطينيون مقدما أكرونولوجيا للأحداث، ففي عملية إطلاق نار في نابلس قتل الزوجان عيمة وإيتا في عملية إطلاق نار في نابلس، وفي يوم 4 نوفمبر أصيب بجروح ضابط حرس الجنود بنيامين ياكوبوفيتش في هجوم قرب حلحول ولقي حتفه بعد 5 أيام متأثرا بجراحه في المستشفى. وفي أعنف يوم لموجة العمليات بحسب التقرير قتل أهارون لسيب وأفيرام وروفين في هجوم طعن في وقت متأخر بتل أبيب، وفي ساعات لاحقة قتل الحاخام ياكوف دون وعزرا شوارتز بإطلاق نار عند تقاطع ألون شفوت، كما قتل هدار بعملية طعن عند تقاطع غوش عطسيون، وفي اليوم التالي قتل العريف زيف مزراحي طعنا حتى الموت على الطريق 443 في تاريخ 22 نوفمبر. وفي تعليقه على عمليات المقاومة يقول وزير الأمن العام جلعاد أردان للقناة العبرية الثانية: لا يمكنك أن ترى نهاية لموجة الإرهاب، هناك عدو وخصم عنيد وقاس غير مستعد لقبول وجود إسرائيل. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين: جائزة شنقيط تنظم حفلا بحضور الوزير الأول يحيى والحدمين لتكريم أصحاب البحوث الفائزة في الدراسات الإسلامية والآداب. الحراك النقابي في قطاع التعليم الأساسي يلوح بتصعيد احتجاجي إذا لم تتحرك الحكومة لحل مشاكل المعلمين المتفاقمة. وزارة البيئة والتنمية المستدامة تدرس استراتيجية وطنية للحد من الكوارث بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم.